هلا والله، كيف حال شباب؟ تكونوا بخير. جبت لكم سكريبشن من جديد ولا مو جديد وجيم جديد. قبل ما نخش يا عيال، ليش طولت محمد؟ دمع على طول. محمد عنده عذار على طول. نشوف ايش صار. والله كان حنروح فيها، كان حيصير ما في شيء اسمه محمد ام تي كيو، ولا كان حيصير في قناه. شوفوا بالله بالله، شوف واضح عندكم؟ ان شاء الله انه واضح. ياب، كانت الشاشه حتنحرق، فكان سلك خايس وقاعد طلع شراره من اول. ف ما في عذر والله، بس قلت سوي الدراما. خلاص محمد رجع. يب، يلا نلعب جيم. بسم الله، ما عنده هرجه. طيب نخش الان مود. في واحد طلب برضو من التعليقات، طلبوا اسمه ايفوليشن ماستر ماب، فعندي 2 ديكس اقدر اختار واحد منهم. فما ادري والله، هذا في له اشياء غريبه، وهذا انا اشوف هذا اصرف لانه في تقوي. خذ هذا، هذا اقوى اكيد. طيب هنا ايش في اشياء جديده نضيفها يا عيال؟ هذا كله قديم، نضيف دول الثلاث الجديد جدد. بس اقول لك يو فوست تو سرفايف اون ذا ديزرت نايت مارسر. اوه هنا يقول لك ما ادري، اوكي انت راح تجبر انك انت ايش تحاول تعيش في ال، ماني فاهم، في اشياء في الستار وور اتوقع يا عيال، ما ادري شهرجة. بس خلينا نخش. اوكي عرفت الاشياء يا عيال اللي خلاني اجيب هذا الشيء. واحد هو الله يعطيه العافيه، فنخلي استفهام، خلي كل شيء نخش الجيم. والله شكلي حكون نوب ثاني يا عيال، بس لا حركز باذن الله، لان الان والله عندي عذر. انا الحين تعبان وسهران وفي نوم، نفسي انام. اوه نايس، زي بوكيمون يا عيال. هذا اللي عليه علامه زي كذا، اذا قتلت الوحش اللي قدامي راح يرفل هذا او يتطور يعني. نايس نايس نايس. طيب عندي 2 بيلت، ممتاز. اوكي اوكي، انا هذا هو يو فورس ان بلانت اوف. حتى المكان تغير يا عيال، ماب جديد. الان في الصحراء، الان انا في الصحراء يا شباب، ماني في الزرع حق ليشي ولا حق المستنقع حق الانجلر ولا حتى الثلج حق الحبيب اللي هو تريدر. كان جديد، بوسات جديدة يعني، جايين 3 بوسز جدد مع الاخير الرابع حيكون اجد واحد. طيب عندي من واحد واحد، هذا نفس الشيء بس يكون اثنين جنب بعض. والله اسحب على هذا، هذا هذا اتوقع متطور. يب برايمر زيج زيرج مدري ايش، هذا الطيور الثانيه يصير زي كذا. وين نكرر اشياء؟ طيب انا ودي اخذ اشياء غير، ما باخذ لانه ذولك حطورهم ان شاء الله، اللي هو زيدان عندي حطوره حيصير ده. هذا ما حاخذه، هذا جديد. هذا ايش يقول لك يا شباب؟ والله هذا نايس، 2 بون. يقول لك حدمج اللي قدامه، حيدمج اللي قدامه، اذا دمج اللي جنبه دمج زيه بعدين يموت. هذا مره قوي ده، شيله من دحين. هذا يطير وعنده هيل. اوكي هذا كل ما ابدا الراوند راح يهيل نفسه بواحد. اسطوري ذا يا عيال، يدمج واحد قدامه في نفس الوقت يسوي دمج فلاي، يعني يضرب واحده هنا وواحده هناك. لو كان عنده الدرع حق الفلاي حيضربه هنا واحده ويطلع يضربه مرتين يعني. نايس والله، ما حشوف الباقي، باخذ هذا الصراحه. ايش الايتمات يا عيال اللي عندي؟ نفس الايتمات الثلاثه، فما باخذ بكرات. لو اخذت بكرات اقدر احذفه بعدين. طيب لو رحت يمين راح اجي مكان صعب وحروح للتريدر، ما ابغى مدين ادمج، ما ابغى ادمج. ناخذ باكرات عشان نقدر ندمج بعدين. اوه مب... اوه صح، شل... ما صار يجيني باكرات، صار يجيني اق الان. اوه نايس، مره عوافي. نحط هذا هنا، حدمج بواحد، حيدمجني باثنين. اوكي الان حيلفل الوحش اللي عندي. حسوي كذا، بحط هذا هنا وبحط هذا هنا، حاقتله. بوم شربوا، يتطور يا عيال. يب نفس اللي قلته بالضبط، نحط هذا كذا بس خلاص يقدر يتطور كل شوي يعني. نايس والله، مره صار قوي يا عيال. برا برا با 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 برا. خلينا نروح للجول، للجول يا شباب. حخش على اليمين الان، بوم حيجين الهايدرا. ايش يسوي هذا؟ ضرب اضرب مرتين ورا بعض، وتو ساكرفايس ودمج اثنين، هيلث اثنين، وثيك سكن عنده. يب ثيك سكن هذا يعتبر ايش؟ اللي دمجه ينقص دمجه بواحد، بدمج ثلاثة يصير دمج اثنين، بدمج واحد صفر ما احتسب شيء. روح للنار، ايش راح يجيني؟ لو يجيني دمج ححطه اللي يتطور، ححطه واحد من هذول. والله هذا هذا حيصير غشاش، هذا حي لا لا بطور ذا، هذا مرة يستاهل. أربعة أربعة أقدر أشيل على طول، لو يجي يطور ثاني خمسة أشيل دبل جريزلي يعني على طول. نروح مباراة صعبة، بدم بدم بوم. ضدي هذا جديد وهذا كمان جي، او يطير يضرب ضب. اوكي اوكي عندي زيه هنا. ودي احطه هو في البداية يا عيال عشان هذا يطير ما حيدمجني. اوكي اوكي سوينا له، سوينا له كاونتر اسطوري. حط هذا قدامه، حدمجه بأربعة، حيدمجني بأربعة، حرجع زي ما انا صفر، بعدين حقتله بعدها. يب زي ما قلت لكم، رجعنا صفر صفر. الان ايش يا محمد تسوي؟ تاخذ هذا طبعا، تحط هذا هنا
وتحط هذا هنا ونقول باس نقتل ذا. اوه قتلوا دمج، اوكي نايس. خمسة الحمد لله دمجت. طيب خلينا نسوي ديفاور يا عيال، خلينا اقرا اول، خلينا انا ما قريته. هذا يقول لك ديفاور ايش يسوي؟ اوكي تحطه قدام الوحش ياكله كل هذا لو سمحت. ليش ما اكل؟ والله ما ادري، ما ياكل دي الاشياء، اتوقع ياكل ذاك لازم. طيب خلاص فزنا. بوم بوم بوم، خليه هذا. اوه هذا اذا مات راح يجيك راندوم ايتم، فاحنا نحطه في ذا. خلاص ميت برب، اعطيه الوحدة. طيب هذا يدمج اثنين، جاي بيجيني كثير صار. اوكي هذا العالم، عالم الصحراء، عالم الانت يا عيال، عالم الانت اللي راح يعدمنا فيه الصراحه. خلينا ندمج بواحد لانه احتمجني باربعه، ودي اخذه في صفي. تصدقوا تحس فكره ممتازه لو اخذته في صفي. واجيب هذا معايا، دمجنا خمسه، حدمج واحده هنا واحده فوق. اوكي دمجنا خمسه من جديد وخدنا فلوس زياده، ممتاز محمد. يلا خلينا نكمل طريقنا. هذا زي الميديك، احطه واسوي واختار واحد من كروتي او اي كرت موجود، اقول له هيل بواحد. لكن اودي بالهيلر صراحه، نبغى نهيل، ودي بالهيلر، ودي اقوي ذا، والله ودي اقوي ذا. اقول لك شيء، بطوره مرتين. مات عوافي، خليه موت عادي، ما عندي مشكله. انا عندي واحد ثاني، عندي من اثنين خلاص، ما نبغى كثير، نبغى نقلل منه شويه. لو زبط، لو يعني الشيء زبط اسطوري، ما زبط خلاص ايش نسوي. اوكي شايف نفس البوس، العب هذا ستار وورز زي كذا. بالله والله ما ادري عنها، بس لعبت ستار وورز جداية، بس لعبت هذيك اللي هي كانها الجزء الاول طبعا، اللي هو سولز لايك. انا ودي انهي اللعبه لكن لو فزت عليها بسرعه ما ادري ايش حيصير. يا عيال فيكس كان بحطه قدام ذا. اوكي دمجته اربعه، ما بسوي شيء لان انا قتلته. والله فزت علي بس مره ايزي يا عيال. ايش هذا؟ اكسبيرمنت سكسسفول. اوكي اك، هذه ضحك على الدقون يا عيال، هذا كانه فيش جو فيش. خلينا نجرب شوف، جاء نفسه. اول بوس ما اكل معايا شيء، فزنا عليه مره بسرعه. اول بوس مره ايزي، ما في اي فرق، ما في اي ادهاشي. الان اللعب عادي، ان شاء الله المود يكون اسطوري يا رب. 6 بون 20 هيلث، هو يا ذا يا ذا. هذا توصل كرفاس، نبغى بالبون، نبغى نشتغل بون، هذا حيكون جيد. It is evolution master primitive army potential hidden evolution available require additional biomass extraction. طلع زي كذا، لا كان شكله غريب. طور ذا، اوه نقدر نحط له هذا، نحط له ذا، مره ممتاز. نقول له الاشياء كلها، لكن طورناه، بس اتطور وراح علي. ان شاء الله يكون بوس ممتع. بسم الله وبرس له بذل. اوه انجلر عادي جاء. برينج فيش. اوكي بس الاول، بس هو جديد. الراوند الجاي فزنا على طول. سلامي سلامي، كلامي. غلقنا. العالم الثالث والاخير يا شباب. نكمل بكره ان شاء الله، لاني انا صدعت. حيو يا عيال، بعد ما اخذنا فتره من الراحه وخشينا في العالم الثالث والاخير واللي هو عالم الترابر. اللي فاكروا اني انا شلت الانجلر كان نفس الانجلر القديم، ما في اي فرق، عشان كذا راح ناخذ دمج. مستحيل يجيني واحد واحد واحد، لو جاني اثنين واحد اثنين اثنين اوكي ايزي. يلا عيال الان الحماس فول الصراحه، داخل كذا بعد الريفرش التعب اللي كنت فيه له وسهران وتعبان دحين، انا فايق الان، ما راح اخسر باذن الله. في سجل جديد اسمه كورست، هذا خايس، هذا يقول لك اللي اذا قتلني، اذا قتل الكرت هذا، الكرت اللي يقتل هذا الكرت يتحول على هذا الكرت، لانه كرت خايس نحطه كويس، لكن هذا كرت قوي يعتبر انه يدمج واحد يعني كويس. ما لا لا ما ابغى كويس. اذا كان تحطه في كرت رينج وورم مثلا، احط رينج وورم يقتل رينج وورم، يصير هو رينج وورم اسطوري كذا يصير. لكن هذا لا، والله ودي بهذا ويهيل نفسه، والله هذا اسطوري. اضحي بيلو ينقص دمجه، اضحي بواحد مثلا يصير هيلث اثنين، انهي الدور يصير هيلث ثلاث، يرجع من جديد. وعلى كذا ما باخذ ذا. لو قتل واحد يتطور، لو تطور ما ادري ايش يصير بشكل جديد، لانه هذا اللي هو بدون متطور جديد علي. طيب ايتم ثالث اخذ ايش؟ البون نحتاجه مره كثير الان يا عيال، ناخذ بون. والله هذا لازم ندمجه في احد. هذا اوكي روح يسار، روح يسار، ودي ندمج الصراحه، ودنا احنا ايش ندمج يا شباب، عشان في كروت جدا خايسه معاي الصراحه. نبدا الجيم الان وضد بلفرق والراتلر اللي راح يفجرني. الراتلر حيكون هذا، فزت على طول، هذا غشاش صار يا عيال، الكرت الغشاش صار ده. والله خلاص ايزي فزنا.
بوف اقتل 6 موت فزنا. اللي بعده يلا اختصار يا شباب دمج هاخده ساكرفايس سجل عاد سجل ايزي سجل كله عندنا سجلات 1 2 3 3 اوه كويس هذا 3 بالضبط اوكي ما يحسب الزايد الازرق ليش ما تحسبه يا صاحبي حط هذا يا عمي ادمج في ذا بلوشي تحطه يموت يري يموت يري حطه لا نهائي يصير احطه لا نهائي يا شباب نطور مين يا شباب كلهم يقدروا يتطوروا كلهم يقدروا يتطوروا طور لي ذا يا حبيبي طور لي ذا ندمج مين في فيلو مين عشان يتطور هذا مره فاشل هذا بعد عني شرم الحبة تطويرة يا شباب والله شكله جيد دقيقة تعال يا الحب صار والله نفسي اطور كل الوحوش اللي عندي يا عيال اوكي خلاص خلينا نمشي الان قدامي سلامي هنا مباراة لا كم ذي الف يمين ما شفت يمين اقدر لا بس يلا مو مشكلة الان خلونا نركز ما يحتاج تركيز قلت لكم ما راح نركز ولا راح نلعب لعبتكم الضعيفة هذه طيب يا عيال هذا صار لا نهائي اي والله لا نهائي يا عيال تسوي زي كذا بعدين اوه هذا يحتسب زيه شايفين زاد دمجه حط هذا هنا ونحط هذا هنا اوكي دمج بوم قتلناه بوم قتلناه وبوم ثاني ومات للاسف حبيبنا مات وولف بيلت الان اوكي دمجناه بواحد الان حيقتل لي هذا وهذاك مات خلينا نشوف ايش فيه اوكي في اللي تطور نحطه على البلفروك ايش رايكم؟ يب نحطه على البلفروك نحط هذه كذا نحط هذه كذا ونشيل ده ونشيل ده وحط هذا هنا و فزنا يا ريت اني قتلت هذا هنا عشان اخذ وولف بيلت ثاني اوكي الحين عندي 3 وولف بيلت ممتاز فزنا والله الاقيام صارت مره سهله كروتي قويه كروتي ايش يا عيال؟ قويه ليتس وي طيب 3 وولف بيلت اشيل 3 اللي هنا وخلاص فزنا بسرعه حتى البوس صار مال امه فايده خلينا نشوف البوس الاخير ايش حيكون مين بعد ما اخذ الكرت الجبار والله ذا مره قوي هذا شيء جديد برضو دقيقه سوارم سيد يعطيك ورقه بس تحطه يجيب لك ورقه في يدك دمج 2 وفي له بريتلز اذا ضرب يموت على طول هذا احذف العالمي 3 سكرفايس مره احذف امه هذا اسطوري معروف عندنا زيه هذا جبار هذا مرة جبار يا عيال اكيد يتطور الشيء ذي كتر ماش تقعد تضحي بيلو ابى اجربه 3 سكرفايس ولا نهائي اعطيه له بوس هذا على طول طيب الايتمات عندي فول عيال ما عندي بيلت ما احتاج من ذا الشيء ندمج احد ولا بدمج لا صورة جديد صورة ليشي بس جديدة ولا اكيد صورة ليشي من اول هي نغمة ليشي نفسها اما ليشي نفسه عيال بس لا صدقني في شيء جديد تكفى اقول في شيء جديد والله نفسه يا عيال ليش كذا يمكن بعد ما تفوز تطلع شيء اوكي خير فجأة بسرعة الحين عيال مينتس كود من زمان عنه يا رجال هذا نفس هذا مطور طيب عوافي تسوي زي كذا تحط هذا هنا اتوقع هذا حيعتبر زيه لا والله عشان اتطور ما يحتاجه طيب نسوي كذا احس اني غلطت غلطة فادحة كبيرة حط هذا هنا يلا دمج بوم 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 ليش مات ذاك؟ انا بقول باس عيال لانه هي حيموت عيال يب داق نبت سوالي دافعت ضده الان كويس اني دافعت ضده يا شباب لا الجيم ترى مره صعب اوراقي خلقتها كلها انا غلطت اني غلقت اوراقي كلها نحط هذا كذا لو دمجته حيدمجني بثلاثة اربع يفوز كذا راح يفوز عيال ما لك تسوي زي كذا نخلي هذاك ما يجي هذاك شنو قوي ونقول باس بوم طيب عند السات حيدمجني باثنين تك 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 او ثلاثة عوافي طيب هذا بسحب الان حقول له اسحب لي ذا ويموت اللي ورا هذاك اوكي نايس تفكير محمد حلوين الان تريد حيصير معاه خلينا نقول باس بنعيش حياتنا بشويش اوكي تريد الان بعدها يجي تريد حيجي تريد مع واحد قوي حاخده لا اوكي الان تريد والله يا عيال يعني ايش اللي ذا ما ابغى اشوف وجهه ما ابغى اشوف او 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 خمسه بس ما مت اوكي هذا حقتل الاثنين
اشم رائحة تفوز. بحطه. لا والله. لا والله باس باس. الوسخ. الوسخ. عنده الوسخ ذاك اللي يلف كل ما يجي واحد قوي. جبنا العيد عيال. والله يا مرة قوي. طيب حذف له كل شيء. دمجني بثلاثة هو يحتاج اثنين يفوز. وانا حدمج باثنين يصير ما حيفوز. اوكي. اوكي القم قم صعب القم صعب. صح انه ليشي لكن القم صعب وممتع. قتل لي ذا. دمجني ثلاثة. يحتاج واحد ويفوز. جاء الشيء اللي انا ما احتاجه الان. اوكي عشان خسارة عيال. انا بدي عيد لاني انا جبت ام العيد. بدي عيد لكن انا جبت ام العيد لكن انت ايش بتسوي الان يا معيط. والله الكروت جاتني خايسة. الكروت اللي بتجيني خايسة عيال. كلها سكرفاس عالي. ما في اي سينيرجي ترى في الكروت. حاولت اني ابقى سينيرجي ونقص ابو اثنين سكرفاس كثير بس مرض ينقص. طيب انا عرفت كيف الحل. اللي يموت في البداية ذاك ما ابغى موت في البداية. ابغى اخلي واحد ثاني يموت. الا وهو هذا اللي في النص. شكي ناخد بون واقول تعال انت هنا ووقف على المينتس كود. بوم. طيب اوكي جاني هذا. انا اخذ هذا من جديد ونختار ورقة معينة ناخذها يا عيال. معروف ايش حاخذ هذا. الان تاخذ هذا تحطه هنا وتقول بس وتدمج بواحد وبعدين حيقتل لك هو وراح يرجع في يدك من جديد وراح يكون بلوك ضد المينتس العادي. الان ايش راح تسوي يا محمد؟ راح تحط هذا هنا. طيب ما عندك ايتمات هنا؟ ما عندي ايتمات. اوكي ناخذ هذا سوي سكرفايس لذا ونحط هذا يمين لانه حيموت من المينتس وحيدمجني ثلاثة بعدها. الحل الثاني ونشيل دول الاثنين ونحط هذا هنا كذا نحقته لذا وما حيموت الايك وهذا حيدافع ويحجيني دبل مينتس حيضربني اثنين وثلاثة خمسة لكن لا حيضربني اربعة. لا حيضربني أربعة. إيه وأربعة أربعة أربعة يفوز. أربعة يفوز. عشان كذا نحط إيش هذا هنا برضو يفوز. عشان كذا راح نحط هذا هنا. جاب لي آيتم سكويرل. يلا باس بسم الله. بوم 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 بوم. أوكي قتل لي هذا وقتل لي هذا. أوكي عندي حركة أسطورية عيال. عندي حركة أسطورية. بقول له اسحب لي هذا هنا. والله لا اسحب لي ذا كان جبت العيد صح. حدمج باثنين وحدمجني باثنين. اوكي ما جبت العيد خلاص قول باس. ما كنت بسحب ذا كنت بسوي حركه اسطوريه بس ما مشيت. اسحب لي ذا. طيب اوكي حيجي دق نبد الحين عيال ما ابغى يجي. عطني كرت عادي وهذا اللي راح ينهي الجيم على طول. لكن انا ما ابغى انهي الجيم على طول ابغى ادافع. هو حتى ما حموت ما حموت يا بيب. خلينا نقتل المينتس. نقتل المينتس. بوم بوم. دمج اثنين حدمج ثلاثة عيال. ما راح يفوز. هو يحتاج خمسة الان لكن عنده تريد. نحط هذا هنا نقول باس. دمج ثلاثة يحتاج خمسة ويفوز. البلت حشيل ام هذا على طول عشان لا يفوز. بتلي ذا. طيب عوافي جدا عوافي. طيب خلاص محمد راح ينهي اللعبة كل هذا الوسخ. بينهي اللعبة كلها من جديد محمد. نحط هذا هنا ونحط هذا هنا. خلاص بوم قتلناه بسبعة. الآن عنده دق نبت. دمجني بأربعة. الله يستر. لا نحط هذا هنا بقتل ذا. سبعة سبعة ما تفوزني صح؟ للأسف دق نبت قتلني يا عيال. مرة صعب. دمجني بأربعة. طيب عطنا شهادة تو سكرفايس. جاني اللي هو سكرفايس ولا نهائي يعتبر. لا انا جبت المينتس كذا جبت العيد. اجل يا عيال انهي الجيم على طول. ننهي الجيم على طول صح؟ كذا يلا نهينا الجيم. نهينا الراوند الاول بكل سلام وسليم. خلاص فوق امنا ارحم لي امك. جاب لي كامانسكي ودانيال مدري مين مولين. دانيال مولين. اي والله دانيال مولين هذا يعتبر عيال. ناخذ هذا. يا سلام. الآن نقدر نحط هذا هنا. ما بحط هذا لأنه حيكون زايد على الفاضي. جرب خلينا نحط هذا هنا. هذا حطه هنا. قتله أكله أخذ دمج حقه صار ثلاثة. ممتاز. أنقل باص حيدمج ثلاثة على طول. أوكي يا عيال أنا قاعد ألعب مود التركيز الآن. بيسحب سحب هذا. أسحبه يا حبيبي أسحبه يا قلبي يا عيوني أنت كمان. طيب ناخذ ورقة عادية نقول باص أسحبه. أوكي يعني غلطت المفروض اخليه يسحب ورقه ذيك عشان يلا مو مشكل مو مشكل. لك كرسي خليك مضبوط.
طيب 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 الان الوضع صعب شوي يعتبر، عشان كذا ايش حنسوي؟ ناخذ هذا نقتل ذا ونحطه هنا، ما نقدر هي الا والله هي هذا. يا سلام صار ثلاثة. اوكي كل الشبيس كريم فارستي، لا بحط هذا. يلا نقول باس، ممتاز. ناخذ ورقة عادية نقتل ذا تحول. اوكي والله كيف كل بيكبر كل مرة يا عيال. شيل ذا عشان ما بيقتل لي هو بس الصراحة. طيب جاء هذا بوم دمج ذا كذا، ناخذ هذا من جديد ونقول بس فزنا. الان الموم كيف حنشيله؟ هنا المصيبه، نقدر نحذف بس. جبتها 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 يا عيال جبتها. حط المون. اول مره العب ضد ليشي بطريقه حلوه، لانه انا معي اوراق المود على اكيد اكيد تكون جيده. طيب نبغى نشيله هذا، بوم صار كذا. هذا بنحطه هنا عشان يلفل، بس ما حيلفل اتوقع. وهذا ما يصير، نقول انت برا. عطني هذا حطه هنا. اوكي اوكي دقيقه، وان ساكرفايس صح. نحط هذا ونجيب ذا ونحطه هنا. الان زاد دمجهم كلهم. اوكي بوف 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 بوف، قتل لي ذا عوافي. يهجم بس اللي على اليسار. اوكي نوافي عوافي قصدي. حط هذا هنا يلا بس. بوم 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 بوم، خلاص فزنا على ايزي يا عيال. اوكي قتلنا. اتطور ذا المفروض، خلينا نشوف تطويرته عيال. بدو بوف صار ليجندري يا عيال. بوم 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 بوم، فزنا على ايش يا شباب؟ وفزنا الموت. ابى اشوف هل يفك كل شيء ثاني ولا لا. لو فك شيء ثاني مراحل جديده راح اسوي بارت 2 يا عيال الحلقه الثانيه. نيوران يا عيال الكرو هذا كرت غلقي منه من صح، نحط الكرت هذا مثلا ناخده. ما فك لي شيء جديد، ما في شيء جديد في مده، ما في تكمله. يا شباب انا ودي العب مود بي 03. تخيلوا مود بي 03 الين من يوم ما لعبت سكريبشن الان ما قدرت افوزه، اقسم بالله مره صعب. ابى اخش بمود بي 03 يا عيال، هل تبغوا مود بي 03 ولا عندكم مود ثاني؟ فقولوا لي ايش رايكم في الكومنتات. ويب هذا المود كان خفيف لطيف برضو، هذا اقتراحكم انتم وليس من اقتراحي انا، فديكم عافيه الاقتراح الجميل هذا. مع انه البوس الاخير كان محبط لكن الجيم بلاي كان مره حلو والكروت كانت مره جيده. صح العالم ما كانت كامله فيها نقص كثير، فتقييم المود هذا صراحه 6 من 10 يا شباب. ببدا اقيم مودات والله خلاص من كثر ما لعبت انسكريبشن بقيم مودات، هذا 6 من 10. الاسباب اللي خلت المود هذا ينقص قلت البوسات الجديده، حطوا لي بوس واحد بس في البدايه بعدين بوسات ما في، وليش زي ما هو. لكن كروت كانت جميله وفكره الكروت كانت جيده، انك انت كل ما تكتب الكرت هذا يلفل ويصير تلفيل جديده مره حلوه. اشكال المابات كانت حلوه جدا فيستاهل 6 من 10، ما في شيء مره واو. يعطيكم العافيه مشاهده يا شباب، واذا ما كنت مشترك اشترك، ويا ريت تدعمونا يا عيال. وابغى ننتشر، نبغى ننتشر خلاص. محمد طو، محمد خمج، محمد قرب يستسلم من اليوتيوب ويسحب على اليوتيوب كامل. يعطيكم العافيه مشاهده، مع السلامه.